عاملين ايه يا اخواتي؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو النهارده معانا كلاب بتبدا من 350 جنيه بس. ايوه زي ما سمعتوا كده في اول الفيديو، كلاب بتبدا من 350 جنيه بس. معانا كلاب هاسكي ومعانا مستويات كويسه جدا، ومعانا كلاب من محافظات مختلفه باسعار مختلفه وحاجات جامده جدا. بس قبل بدايه الفيديو كده يا شباب، لان بقى الفيديو ده فيه حاجات ب 350 جنيه وان هي في العاده احنا ما بنعرضوش حاجات ب 350 جنيه، فانت لازم تعمل لايك على الفيديو ده عشان يوصل لاكبر عدد من الناس. طيب يا شباب، الفيديو ده لازم يوصل 1000 لايك. ايوه 1000 لايك زي ما انت ما سمعت، و1000 لايك مش ياما عليكم. هتقول لي ازاي يا عم مش ياما؟ هقول لك احنا يا جماعه 50000 مشترك، 1000 لايك مش حاجه خالص. الفيديو ده لو جاب 1000 لايك ان شاء الله اعمل لكم فيديو برضو اجمد من دوت باسعار اجمد من ديت. طيب ما تنساش تعمل لايك، تشترك في القناه، هسيب لك رابط الانستجرام والتيك توك تحت في الديسكربشن، انزل اعمل لي فولو. لو عندك كلب حابب تبيعه برضه ممكن تبعته لي على الانستا، بعرضه لك برضه من هناك عادي جدا، وبيبقى اسرع كمان من الواتس، لان الواتس عندي عليه مسجات كتير فبتاخر ساعات في الرد. فانت لو بعت لي اي حاجه انستا برد على كله هناك، وبنزل لك الكلب بتاعك وبيتباع بسرعه عن الواتس. تمام؟ فانت ابعت لي على الانستا هستناك هناك. يا شباب نخش في الفيديو من غير رغي كتير، يلا. اول حاجه معانا كلبين جيرمان او جروين جيرمان، مستوياتهم احلى من بعض الاثنين بصراحه بالنسبه للسعر اللي احنا بنقوله. احنا بنتكلموا عن المستوى بالنسبه للسعر، يعني قيمه مقابل سعر. تمام؟ الكلب الكلبين دول مطلوب فيهم 1500 جنيه، يعني الواحد واقف عليك ب 750 جنيه. تعال نبتدي بالاول، اهو الكلب اهوت قدامنا. هو شعرايا مش لونج هير قوي، كلب يعني يعتبر شعبي، ولكن حاجه ب 750 جنيه. تمام؟ بالنسبه بقى للكلب الثاني، فانا شايف ان هو احسن من الكلب الاول بالنسبه لشعرايته، لونج هير، عظمه احلى شويه، وماسك وشه برده اجمل شويه. فحاجه ب 750 جنيه، احنا مش بنتكلموا بقى على تقليب وكده، لان دي حاجه ب 750 جنيه شباب، مش فلوس ان انت تدور عليها اصلا في كلاب. تمام؟ انت طبعا بتاخد حاجه ب 750 جنيه، ما تتوقعش ان هي تطلع حاجه تحفه او حاجه تدخل بيها بطولات والكلام ده كله، لا. حاجه على قدها يعني 750 جنيه. تمام؟ معانا بقى حاجه جيرفون مطلوب فيها 350 جنيه، عندها سنه وبيحب اللعب جدا جدا جدا، ب 350 جنيه بس يا شباب. الحاجات دي بتطلع بره في المحلات وبكام؟ 800 جنيه، ب 750 جنيه، واسعار غريبه جدا. دي حاجه ب 350 جنيه بس، حاجه جيرفون ب 350 جنيه بس. تواصل مع صاحبها، شوف مكانه فين، لان هو ما قالش المكان فين بالظبط، شوف مكانه فين. لو عجبك الكلب تواصل معاه، ولو عندك اطفال الكلب ده هيبقى تحفه التحفه معاك في البيت، وتربيته جميله جدا جدا جدا. هسيب لك رقم التليفون على الشاشه، لو انت الكلب ده عاجبك تواصل مع صحابه، واكيد هيعجب ناس كتير لان الكلب ده ب 350 جنيه، فاكيد هيتباع بسرعه، فانت الحق العرض قبل ما يروح عليك. تمام؟ معانا جرو بيتبول نتايا برندل، بصراحه مستواها جامد قوي، بان عليه الاهتمام، بان عليه ان الكلبه واكله، مستواها حلو قوي 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 بصراحه، عاجبني. اللون جميل واللون تحفه، جروها صغيره زي ما انتم شايفين، سن مساخه، ولكن سن المساخه ما شاء الله والله ما باين عليها. هو باين عليها في البوز سنه، ولكن حتى البوز وهو طويل في سن المساخه لا عريض، فاهم يعني؟ بوز طويل وعريض، اللي هو الكلبه دي تبقى جمجمه دبابه، وكلبه كويسه جدا جدا جدا. هي نتايه المكان المنصوره مطلوب فيها 2000 جنيه، حلو سعر شغال، ممكن تنزل حاجات بسيطه. لو في صور الاهالي يا ريت تشوفها قبل ما تشتري برضه للتاكيد، ولكن الجروه انا شايف ان مستواها حلو وتستاهل سعرها، ولونها جامد قوي يعني، لونها حلو قوي. تمام؟ معانا بقى نتايه متوفر ذكر قصدي للجوازات، وبرضه عنده اقامه للنتايه في فتره الجوازات. الذكر بسم الله ما شاء الله ماسكه حلو، شغال، كلب كويس. تمام؟ قال لي قيم انت السعر وانا معاك في اي حاجه انا هقولها يعني. تمام؟ حاجه زي ديت مستواها حلو، شغال، شعرها لونج هير، في لف الظهر ضعيفه قوي، يتهيألي ديله كمان واصل للارض. الكلاب اللي زي ديت اللي شعرتها لونج هير وكلاب ماسكها حلو بتجيب جرو على فكره، تحف تحف تحف، تمسك فيها فلوس من وهي صغيره. الجرو بيبقى باين عليه تقليب، حتى لو هو مش كاسحه او كده، ما فيهوش كاسحه او كده، بيبقى باين عليه تقليب جامد جدا جدا جدا، لان ماسك اب ما شاء الله محترم، وشعرايته جميله جدا. فانت بتلاقي الجرو معاك من وهو صغير دبدوب، يجيب لك حاجات دباديب تمسك فيها سعر، لان الجرو وهي صغيره مش بيبقى باين عليها برده ملامح، خلينا نكون متفقين. ولما الكلب بيبقى دبدوب وهو صغير شعرايه لونج هير، اي زبون بيجي يشوفه بيقول لك انا الكلب ده خلاص انا هشيل. تمام؟ غير الحاجات اللي بتبقى شورت هير وهي صغيره بتبقى شكلها مش حلو. تمام؟ فالذكر ده نضمن لك ان هو يجيب لك جراوه حلوه. قال لي قيم انت السعر، ممكن ثلاث جوازات يعملوا معاك 1000 جنيه. تمام؟ بالاقامه بكده 1000 جنيه
كويس جدا، انا شايف ان 1000 جنيه كويسه جدا بالنسبه لدكر زي دوت. معانا بقى جراوي هاسكي، مستويات حلوه قوي قوي قوي. هنعرض الجراوي كده الاول مع بعض. الجراوي ما شاء الله بتتكلم عن نفسها، جراوي مستوى محترم جدا جدا جدا، مطلوب في الواحد او الجرو 4000 جنيه باذن الله. هم 3 جراوي هاسكي، عندهم حوالي 50 يوم، بنتين وولد. ما شاء الله الوانهم تحفه، ما شاء الله جميله جدا، الوانهم جميله جدا، عاجبني جدا، جراوي حلوه جدا، وده بدي تمام. معانا برضو الام اهيت، الام موجوده ومعروضه ب 2000 جنيه بس، عندها سنه و8 شهور. الام جميله جدا جدا جدا، لون وايت بس، اللي هو لون وايت ساده، ممكن تشوفها في ناس تفكرها جيرمان وايت تمام، او جيرمان ابيض يعني، بس هي ما شاء الله لا تحفه تحفه تحفه، عجباني قوي تمام. والاب برضو سعره حلو، مطلوب في الاب 3000 جنيه، مستواه حلو برضو بالنسبه للجراوي، لان هو عين زرقاء، الوان جميله، كلام جميل قوي 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 بالنسبه للاب. وسعر الام على فكره تحفه 2000 جنيه، ولكن الاب بيتمسك في سعر اكتر لان عين زرقاء والوان مطلوبه عن الام، فانتاجه بيبقى افضل من الام تمام. معانا بقى حاجه جيرمان، مستواها كويس جدا جدا جدا، مطلوب فيها 1000 جنيه، نتايه حلوه، شغاله المكان اسكندريه، بالنسبه طبعا لسعرها في 1000 جنيه شغال جدا جدا جدا. الكلبه فيها ماسك خفيف قوي، فيها عظم شغال، هي ضعيفه اي نعم عظمها ضعيف، ولكن شغال بالنسبه ل 1000 جنيه، بنتكلموا على 1000 جنيه مش على الكلبه، شغال بالنسبه لل 1000 جنيه. ودانها سبعه حلوه، حلوه ورك لاين كويسه، شغاله جدا معاك بال 1000 جنيه، حلوه تمشي جدا. ممكن تنزل برده حاجات بسيطه لو انت واد معلم، نزلها وتشيل لو انت عندك بكر بقى حابب تنتج، فالنتائج دي تكون كويسه جدا معاك. معانا بقى كلب جيرمان، قال لي طيب انت السعر المكان الشرقيه، جرو جيرمان اهوت زي ما انتم شايفين، هو مصوره لي من بعيد، ما صورهوليش وهو واقف، فحاجه زي دي ممكن نقوله تنطلب فيها ال 1000 جنيه. حلو تمام، يعني 1000 جنيه شايفه مناسب جدا 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 بالنسبه للجرو دوت، حلوه جدا وشغاله، 1000 جنيه كويس جدا 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 بالنسبه للمستوى اللي انا شايفه تمام. معانا بقى دكر، عنده 8 شهور ونص، قول 9 شهور، متطعم ثنائي وثماني، متضرب طاعة وحراسة، وفي شراسة على الغريب تمام. طبعا صاحبه بيقول لي انا صارف عليه جدا جدا جدا، بياكله هياكل تمام، مطلوب فيه 2500 قابل للنقاش تمام. بيقول لي والله العظيم ما حق التطعيم ولا الاكل، ولكن احنا دايما عارفين ان الكلاب الكبيره لما بتيجي تباع ما تدورش بقى على اكلها وشربها والتطعيمات والكلام ده كله، لانك كنت بتعمل لنفسك تمام. عامله زي العربيه كده، انت اشتريت عربيه فانت صرفت عليها وجاي بتباعها برده، ممكن تخسر فيها عادي جدا، انك صرفت عليها زيت وبنزين وكاوتشات بقى الى اخره يعني تمام. مطلوب في الكلب ده 2500 جنيه، مكان الزقازيق الشرقيه. هو في كاسحه، في شعرايه لونج هير، في كاسحه بيقول لي على خفيفه، الشعرايه ما شاء الله حاجه دبابه، عظم كلب حلو على فكره قوي. هو يعتبر جيرمان يعني كويس، تقليبه كويس، شغال يمشي الدنيا، ولكن ماسكه ضعيف قوي، الالوان الحمراء مش موجوده، تكاد تكون مش موجوده اصلا الوان حمراء تمام، الوانه فاتحه ولكن شعرايته جميله. فالكلب ده معاك في الانتاج، هيبقى جايب لك جراوي كويسه جدا بشعرايه جامده جدا جدا جدا، زي ما قلنا مطلوب في الكلب ده 2500 جنيه قابل للنقاش. معانا بقى كلب ونتاج جيرمان متجوزه، مطلوب فيها 1500 جنيه، كلبه متجوزه مطلوب فيها 1500 جنيه تاني، مستواها حلو، هسيب لك رقم التليفون على الشاشه، يعني شغاله ب 1500 جنيه ومتجوزه. هو ما بعتليش صور الجوازه، لو في فيديوهات للجوازه او صور تواصل معاه وشوف الدنيا وتاكد بنفسك. المكان البحيره، بالنسبه ل 1500 جنيه وكلبه متجوزه، بعد كده تجيب لك جراوي تمسك سعر الكلبه وتسال النتايه وتبقى معاك النتايه، حلو شغال. بس حبايب قلبي نكون وصلنا لنهايه الفيديو، لو عجبك الفيديو انا متاكد الفيديو ده هيعجبك، ما تنساش تعمل لايك، تشترك في القناه، كما اخوكم تريكس، سلام.